من خصائص وفضائل هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك أن العمرة فيه تعدل حجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة من الأنصار لم تحج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة. وفي رواية لمسلم: حجة معي. قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.